في غزة زياد حلبي مدير مكتب العربية في فلسطين، وأيضا معنا من غزة أحمد حرب مراسل العربية، ومعنا من الحدود اللبنانية الإسرائيلية أحمد محمود شكر عذرا. وأبدأ مع غزة وآخر التطورات الميدانية. أحمد. نعم ميسون، هل تسمعيني؟ نعم أنت على الهواء مباشرة أحمد، تفضل. نعم، آخر التطورات ميسون على حالها منذ الاستهدافات في ساعات الصباح لمنزلين هنا في مدينة خان يونس، أسفرت عن المنزل الأول عن 3 ضحايا لعائلة الأغا وعشرات الإصابات. المنزل الآخر لعائلة أبو دقة في بني سهيلة في شرق مدينة خان يونس أسفر عن 11 شهيدا حتى هذه اللحظة، وطواقم 11 ضحية عفوا وعشرات الإصابات، ولا زالت طواقم الدفاع المدني تنتشل الضحايا من تحت الركام والأنقاض. هذا فيما يتعلق في مدينة خان يونس حتى هذه اللحظة. في مخيم دير البلح هناك استهداف لمربع سكني بشكل كامل، عشرات الجثث تحت الأنقاض، الطواقم الطبية والدفاع المدني تعمل على إخراجهم من تحت الأنقاض حتى